عبد الفتاح الآلة لعيب مهم جدا في تاريخ النادي وفي السنين اللي هو لعبها كلها لوادي دجلة. يمكن من كتر ما هو لعيب غالي في تاريخ النادي احنا قررنا ان احنا نلتحق بيه صورته معينه نعملها لعبه جوهريه اسمه نودع اللعيبه بتاعتنا وهي ناشونال عندنا ونتمنى لهم كل الخير في مستقبلهم ما عدا ماتش الاضطراب. اول مسرح اول مسرح